الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. المفوضية تعطي فسحة وقت للتحالفات بتمديد ثان، وتؤكد 4 جهات ستدقق أسماء المرشحين وتحسم مشاركتهم. أملاك الدولة في مهب الموازنة، مواد تفجر مستقبل الاقتصاد يؤكد نواب، وأكثر من 170 ألف عقار حكومي في سجل المفقودات. أموال العراق المنهوبة ستستردها شركات عالمية تؤكد النزاهة، وتعلن استقدام أكثر من 80 وزيراً ومن بدرجاتهم بتهم فساد. وزحف بحري إيراني يحول ميناء خور العمية النفطي إلى مسرح للقرصنة والتهريب ردود الأفعال الرسمية أسيرة التجاهل يؤكد الخبراء. وحبس الإرهابيين مع المحكومين جنائياً، سجون في المدن المحررة، قنابل موقوتة، ودعوات لحسم قضايا سجناء الرأي والاشتباه. أهلا من جديد. البداية السياسية، فلم يمضي أقل من شهر على التمديد الأول الذي أعلنته مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات السياسية، حتى أعلنت عن تمديد ثان اليوم، معللة ذلك بفسح مجال أوسع للتحالف من أجل إكمال عملية تسجيلها، فيما تبين فعاليات سياسية أن تلك التأجيلات قد تؤدي لدفع الانتخابات إلى عام 2022. مفوضية الانتخابات وفي بيان لها أكدت أن التمديد سيكون لغاية 27 من الشهر الجاري، داعية إلى استغلال تلك المدة وتسجيل التحالفات من خلال مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن ذلك التاريخ، لكي يتسنى للمفوضية الاستمرار بعملها على وفق الجدول الزمني المحدد لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي. إلى ذلك، تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرسال بيانات مرشحي الانتخابات المقبلة إلى 4 جهات للتأكد من صحتها وتدقيقها، فيما أعلنت إجازة 236 حزباً وتسجيل 29 تحالفا لخوض الانتخابات. المفوضية أكدت أنها سترسل جميع الأسماء إلى وزارتي التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة شهاداتهم، بعد أن اشترط قانون الانتخابات أن تكون شهادة المرشح من الإعدادية فما فوق، إضافة إلى تدقيق القيود الجنائية لهم في وزارة الداخلية ثم في هيئة المساءلة والعدالة. هذا وحذر خبراء قانونيون من تحركات في البرلمان العراقي لتحويل مهام المحكمة الاتحادية إليه بدل إقرار قانون المحكمة المعطل، مؤكدين أن ذلك ليس من صلاحيات مجلس النواب. القانونيون أوضحوا أنه لا يمكن الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية محليا ودوليا إلا في حال مصادقة المحكمة الاتحادية عليها، بعد أن يكمل البرلمان متطلبات قانونها في وقت أشاروا فيه إلى أن الإشراف الأممي سيؤدي دورا في مراقبة نتائج الانتخابات، وأن افتقاد أي ركن من أركان نجاح النتائج سيدفع بالمنظمات المشرفة إلى الاعتراض على النتائج وإدخال البلاد في فوضى جديدة. تحاول بعض الكتل السياسية وعبر نوابها في البرلمان إلى تعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية بغية التلاعب بنتائج الانتخابات بما يتناسب مع مصالحها. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. 8 أشهر قادمة من التحديات والصعوبات تواجه الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تسعى إليها الأحزاب الحاكمة لترتيب أوراقها وتشكيل خارطة تحالفات جديدة لها، فما زالت سطوة السلاح والمال السياسي هي من تتحكم بالمشهد القادم، يضاف مشهد آخر معقد وشائك، حيث تذهب الآراء إلى أن البرلمان يتهرب من إقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطل بغية التلاعب بنتائجها. في حقيقة الأمر الخلاف ليس فني، مهما طرحت من أسباب بالنهاية الأسباب سياسية. أول هذه الأسباب هو البدلاء، هل يكونوا من نفس مكونات
الأعضاء الذين شغرت أماكنهم، هذا أولا. ثانيا وهذه قضية مهمة جدا، عدم اكتمال المحكمة الاتحادية، يعني بالضرورة عدم حل مجلس النواب، لأنه لا يمكن أن تكون المحكمة غير مكتملة ومجلس النواب يحل نفسه. القضية الثالثة، لا يخفى على أحد الخلاف الشديد بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء. فقانون المحكمة الاتحادية يواجه عقبات بتحديد صفة المرشح الجديد بأن يكون قاضيا أو خبيرا قانونيا، ومن هي الجهة التي يحق لها ترشيح القضاة لسد النقص الحاصل في تشكيلتها، بينما يرى قانونيون أن الخروج من هذه الأزمة هو بمنح صلاحيات كاملة لما تبقى من أعضائها للقيام بواجباتها ومهامها القانونية. الحل الأبسط والأسهل والأسرع هو أن يقوم بتعديل جزء من المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية، بحيث تكون هناك لجنة مشتركة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وتقوم هذه اللجنة بترشيح أعضاء للمحكمة الاتحادية، بحيث يتم إكمال النصاب القانوني بل وترشيح أعضاء لاحتياط لهذه المحكمة، حتى لا نقع في هذا المأزق في فترة قادمة لا سمح الله. الانتخابات دون المحكمة الاتحادية باعتبارها من أهم متطلباتها، فهي الفيصل في إنهاء النزاعات بين السلطة التنفيذية وتغيير النصوص الدستورية والمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما تبقى نزاهتها معلقة بإشراف دولي وبطاقة بيومترية. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. المفوضية تعطي فسحة وقت للتحالفات بتمديد ثان، وتؤكد 4 جهات ستدقق أسماء المرشحين وتحسم مشاركتهم. أما الآن ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي. أهلا بك دكتور مهند. يبدو بأن هناك تحركات نيابية حتى يأخذ البرلمان دور المحكمة الاتحادية، ذلك وارد في ظل يعني تعطيل قانون المحكمة الاتحادية ونصابها حتى الساعة. مساء الخير أستاذة سودة، تحياتي لكم وللسادة مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا دستوريا ليس من صلاحية مجلس النواب أن يباشر مهام وصلاحيات المحكمة الاتحادية التي ذكرها الدستور، وبالتالي أي تحرك من هذا في هذا القبيل وفي هذا الشأن هو يعتبر تحرك غير دستوري، ويعتبر خروجا عن القانون وخروجا عن طبيعة هذا النظام السياسي. المحكمة الاتحادية قضيتها لا أعتقد أنها معقدة إلى هذه الدرجة، ولكن مصالح الكتل السياسية والتقاطعات فيما بينهم هو ما يعقد هذه القضية المهمة والقضية الحساسة والمفصلية في مستقبل العراق، سواء ما يتعلق في نتائج الانتخابات والمصادقة عليها أو فيما يتعلق بدستورية القوانين وصلاحياتها. اليوم مجلس النواب عندما يشرع قانون، وإذا كان هذا القانون مخالفا للدستور ويعني يعرض المصلحة الوطنية للخطر، ليس هنالك جهة. وهذا حاصل اليوم دكتور مهند، وهذا حاصل اليوم، يعني البلاد تسير بلا محكمة الاتحادية. الأمر ربما أيضا لا يتعلق بالمصادقة على نتائج الانتخابات، بل يذهب إلى يعني بعض القضايا التي لابد للمحكمة الاتحادية أن تبت فيها. ألا تعد تلك أيضا مخالفة دستورية؟ بكل تأكيد، يعني القضية هي لا تتعلق فقط بالمصادقة على نتائج الانتخابات، الخلافات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والأقاليم وما إلى ذلك، صلاحيات المحكمة الاتحادية الواردة في الدستور جميعها اليوم معطلة. نقول أنه القضية أنه وهذا الحراك الذي يحصل هو ليس فقط حراكا غير دستوريا، ولكن يعكس أنه ما موجود في البرلمان أو من يذهب بهذا الاتجاه هو لا يعترف في الدستور، أو ربما يحاول أن يفرض حالة معينة ويفرض عرف غير دستوري من أجل أن تدفع هذه الأزمة إلى الأمام. ودفع الأزمة إلى الأمام لا أعتقد أنه فيه حل للمشكلة الحقيقية فيما يتعلق بتشكيل المحكمة الاتحادية، وبالأساس يعني الخلاف الحقيقي حول قانون المحكمة الاتحادية والمادة القانونية التي تحدد اختيار الأعضاء، هذا هو الخلاف الحقيقي. بما في ذلك أنه المحكمة الاتحادية نفسها في عام 2018 نقضت هذه المادة واعتبرتها مادة غير دستورية. نعم. أيضا دكتور مهند، ما يتعلق بالانتخابات و
يعني في هذا الباب بودنا يعني أن نقف عند قضية تمديد تسجيل التحالفات، وكأن هناك تخريجة لتأجيل موعد الانتخابات بدل تشرين الأول المقبل إلى ربما نهاية الفصل التشريعي في سياق الطبيعي 2022. أعتقد أن القضية اليوم فيما يتعلق بتسجيل التحالفات، سابقا في الانتخابات السابقة كانت تحصل هكذا يعني تأجيلات توعز في ذلك الوقت إلى أسباب فنية، ولكن اليوم نحن أمام هذه الانتخابات التي أصبح يشك في أنها مبكرة. هذا في نفس الوقت يعكس أنه هنالك أجواء عامة في العراق لا تميل أو لا تثق بهذه العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمرشحين الجدد أو الكيانات السياسية الجديدة. من جانب آخر لدينا الخلافات الموجودة والتي بدأت تطفو على السطح بين الكيانات السياسية التقليدية التي حكمت العراق. أعتقد أنه اليوم المفوضية بطلب من القوى السياسية تحاول أن تمدد هذا التوقيت من أجل ترتيب الأجواء السياسية بين القوى السياسية فيما بينها والاستقرار على تحالفات معينة قبل الذهاب إلى الانتخابات. أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. إذن تصاعدت التحذيرات النيابية من مواد في موازنة 2021، إذا ما مررت فإنها ستفتح مزادا لبيع أصول الدولة وممتلكاتها إلى رجال أعمال وشركات خاصة تمثل يد الأحزاب الفاسدة التي تنهش الاقتصاد العراقي. من أبرز مواد الموازنة التي حذر منها أعضاء مجلس النواب هي المادة 38 و41 و42 و47 التي تتيح للوزارات بيع أصولها الصناعية والخدمية بشكل مباشر، مؤكدين أن تلك الأصول المهددة بالبيع وفق تلك المواد تشمل المؤسسات الصحية والنفطية وقطاعات الطاقة والأراضي الزراعية. إلى ذلك، تداول ناشطون في مواقع التواصل أنباء تشير إلى مباشرة أمانة بغداد بتهديم محل سوق الثلاثاء الشهير الواقع في منطقة زيونة في خطوة وصفت بأنها تطبيق عملي لمواد الموازنة التي تتيح الاستحواذ على أراضي الدولة. انتقد مواطنون الإجراء الذي اتخذته أمانة بغداد بتهديم السوق المذكور، مؤكدين على أنه يشكل فائدة كبيرة للمنطقة ويعد مصدر رزق للكثير من العاطلين، مشيرين إلى أن أمانة بغداد تعتزم طرح السوق للاستثمار وإعادة تصميمه مجددا. في سياق ذي صلة، كشفت مصادر نيابية مطلعة عن ضياع 175 ألف عقار من عقارات الدولة عبر تزوير وثائقها الأصولية، مشيرة إلى أن أغلب تلك العقارات تقع في محافظتي الموصل والبصرة، دون الإشارة إلى الجهات التي تسببت بضياع تلك العقارات من خلال الاستحواذ عليها. اللجنة المالية وخلال اجتماعها الأخير أكدت دعمها لفريق الأمر الديواني ذي الرقم 50 والمتخصص بالتحقيق في التجاوز على عقارات الدولة، لكن اللجنة ادعت في بيان لها أن استثمار العقارات الحكومية هو لغرض تعظيم الإيرادات غير النفطية، مبدية حرصها على جرد العقارات المتجاوز عليها لتجنب أي تضارب أو إرباك في عمليات البيع والشراء. من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة إصدار السلطات القضائية 82 أمر استقدام وقبض ضد 8 وزراء و74 مسؤولا من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، فيما أشارت إلى إعادة ومنع هدر أكثر من تريليون وربع تريليون دينار إلى الخزينة العامة. وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي أن عدد أوامر التوقيف القضائية الصادرة خلال عام 2020 بلغ 11150 أمرا، منها 19 أمرا صدر بحق 17 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم. وأشارت الهيئة ضمن تقريرها السنوي أيضا إلى إعادة ومنع هدر أكثر من تريليون وربع لتريليون دينار من الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها وتمت إعادتها حقيقة إلى حساب الخزينة العامة.
هذا وأكد رئيس هيئة النزاهة على جواد حميد أن الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأصول من المدانين المحكومين والأموال المهربة هي إحدى الحلول التي ستلجأ الهيئة إليها بعد إعداد ملفات دولية بذلك. وأشار حميد إلى زيادة زخم التعاون الدولي لغرض استرداد الأصول من المدانين المحكومين والأموال المهربة، مبينا زيادة عدد الأحكام وعمليات الضبط وإحالة عدد من المتهمين بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلا عن العمل على آلاف البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائية واستصدار آلاف أوامر القبض والاستقدام والتوقيف. إذن أثار التفريط بعقارات وأملاك الدولة حفيظة جهات شعبية وسياسية وسط شبهات فساد تحوم حول تلك الخطوة والتي تبيح بيع عقارات الدولة لجهات سياسية متنفذة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق، اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي إجراءات تكفي لبيع الدولة العراقية بأكملها والانقضاض على ما تبقى من عقارات وممتلكات الدولة التي لم تنهب حتى الآن، في خطوة وصفت بالكارثية للإجهاز على ما تبقى من أملاك الدولة التي حولها رؤساء الحكومات المتعاقبة إلى سلعة رخيصة يستحوذ عليها أصحاب النفوذ السياسي. اليوم هذا القرار وكثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس النواب عازم أن تكون هذه يعني الأراضي والثروة التابعة للبلد التي تتبع بنايات الدولة. صحيح اليوم أكو استثمار وريد نحولها إلى استثمار، ولكن اليوم أن تعطي القيمة الحقيقية لهذه الأبنية وتستثمر استثمار حقيقي. لاحظنا في الفترة السابقة استحواذ كثير من الجهات على هذه المباني وفي فترات سابقة. الموازنة الاتحادية للعام الحالي تضمنت فقرتين خطيرتين تسمح بخصخصة القطاعات الحكومية وتسمح ببيع الأصول المملوكة للدولة وسط مطالبات بإلغائها، لا سيما أن خطورة هذه الفقرات تكمن بتحول ملكية الدولة إلى فئة سياسية لتستحوذ على الملكية العامة للدولة التي هي ملك الشعب العراقي. بيع الأصول المالية معناته استغناء الحكومة العراقية من أصولها المالية وبالتالي من تأثيرها على الشعب العراقي، لأن تأثير الحكومة يأتي من خلال القطاع العام. لذلك أنا أعتقد هذه الفكرة خاطئة جدا، ورسم هذه السياسة لم يكن موفق من قبل الحكومة الاتحادية، وبالمقابل نطالب البرلمان العراقي بحذف هذه المادة من الموازنة العراقية. مراقبون يؤكدون أنه لم يبقى للدولة العراقية سوى 60% فقط من الأملاك التي ما زالت تحت تصرفها، فيما باعت الحكومات السابقة 40% من عقارات الدولة التي تحاول الحكومة الحالية التصرف بها بذريعة مواجهة الأزمة الاقتصادية. فراس الدليم، قناة الفلوجة، بغداد. أملاك الدولة في مهب الموازنة، مواد تفجر مستقبل الاقتصاد يؤكد نواب، وأكثر من 170 ألف عقار حكومي في سجل المفقودات. أما الآن ينضم إلينا رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة محمد رحيم الربيعي. أهلا بك سيد محمد. يعني لنبدأ من سوق الثلاثاء الذي يعني عمدت أمانة بغداد إلى تهديمه وربما طرحه للاستثمار دون الكشف عن جهة الاستثمار أو حتى ذكر اسم المستثمر كبداية لبيع وتأجير أصول الدولة. يعني كل ذلك يجرى في ظل موازنة لم تقر، مشروع موازنة لم يقر حتى الساعة، كيف يمكن لنا أن نفهم ذلك؟ نهضة بغداد فيه الكثير من الفساد، وبالأساس هو بني على الفساد. الكثير من العقارات نهضة بغداد تقوم بالمشاركة بالمزايدة عليها فصائل مسلحة أو أشخاص مستغليها وواضعين أيديهم عليها منذ سنوات طويلة. بالتالي أمانة بغداد دائما تقوم تنفيذ مزايدات كإجراء قانوني شكل على هذه العقارات، لكن ويشارك فيه الكثير من المتنفذين أو الفصائل المسلحة على المناطق التي تقع فيها هذه العقارات
بالتالي العقار يباع بثمنه التقديم المنسق حسب التنسيق مع اللجنة المشكلة لتقييم هذا العقار، وبالحصة النهائية لا يتم بيعها أو إيجارها إلا بنسبة لا تتجاوز 30% من قيمتها الحقيقية. هذه كارثة، لكنها زادت واعتادت عليها أمانة بغداد منذ عام 2005 وحتى الآن. نعم، ربما أيضا سيد محمد الأمر لا يتعلق بأمانة بغداد لوحدها، بل يتجاوز ذلك إلى يعني نافذة أوسع، ما يتعلق بالمادة 38، 41، 42، كذلك 47 من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 2021، والتي تتيح بيع القطاعات الصناعية التجارية حتى تحويل صنف الأراضي من زراعية إلى غيرها، بيع وتأجير أصول الدولة. يعني توصف هذه المواد بأنها في مشروع قانون الموازنة بأنها مواد ملغمة لا مبررة لوجودها أصلا. هو حسب وعد البرلمان الأخير آخر اجتماع لدينا كان في مجلس النواب، نحن كمؤسسة مجتمع مدني ومنظمات أخرى وخبراء اقتصاد طالبوا برفع هذه المادة، وطالبنا أن برفع هذه المادة من قانون الموازنة، لكن ووعدوا اللجنة المالية أنهم سيقومون برفعها. لكن المشكلة الأساسية أنه الثمرة أو النواة لهذا السلوك ببيع أصول الدولة هو أمانة بغداد وعقارات الدولة في جميع المحافظات. بدأوا بأمانة بغداد وبالوزارات أيضا حسب تقرير ديوان الرقابة المالية حول الشركات التي تم استثمارها أو تقدم إليها مستثمرين. نعم. طوال السنوات السابقة لم ينفذوا شيء، بالتالي المحاصصة السياسية والمحاصصة الحزبية يعني تقوم بتمويل. نعم. نفسها هذه الجهات السياسية من خلال هذا النوع من الاستثمار أو بيع أصول الدولة. نعم. والعراق يعاني كثير. نعم. من هذه النماذج، خصوصا اللجان. نعم. الفاسدة، هناك لجان التي تشكل على استرداد هذه العقارات، احيانا العقارات المنهوبه ممكن ان نسميها لانها اعداد كبيره، اللجان التي تتشكل دائما تحقق اثراء على حساب المال العام. هذه اللجان الحكوميه حققت اثراء، وبالتالي يعني كمثال بسيط واحد، لجنه في احدى الجهات الرقابيه شكلت، عامله الضيافه حصلت على عقارين في قلب بغداد من هذه العقارات. بالتالي يجب مراجعة ليس فقط العقارات المنهوبة، وإنما الأشخاص القائمين واللجان الحكومية المشكلة على إعادته، لأنهم أثروا ومتابعة جميع الجهات التي حققت بهذه العقارات أو تابعتها، لأن هذا سلوك. نعم. سياسي. نعم. الغرض منه التمويل على حساب المال العام. رئيس منظمة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة محمد رحيم الربيعي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. يشهد الواقع التربوي في العراق ترديا ملموسا على مختلف المستويات، لا سيما مع وجود أكثر من 10,000 مدرسة لا تصلح للواقع التربوي، فضلا عن وجود 750 مدرسة بدوام ثلاثي مزدوج، وهو ما ينعكس على ساعات الدوام وراحة التلاميذ وجودة التعليم. هذا وبلغ النقص الحاصل في أعداد الأبنية المدرسية أكثر من 7,400 بناية وفقا لمؤشرات الإحصاء السنوي للأعوام السابقة، والتي أكدت أيضا وجود 1,033 بناية مدرسية متضررة في المناطق المحررة بحاجة إلى إعادة بنائها أو تأهيلها، فضلا عن مشكلة اكتظاظ الصفوف الدراسية حتى تراوح عدد طلابها في الصف الواحد بين 40 إلى 50 طالبا في بعض المراحل. ومن جهتها قررت وزارة الإعمار والإسكان العراقية المساهمة في بناء 8,000 مدرسة جديدة، وذلك لتعويض النقص الحاصل في عدد المدارس والذي يؤثر بشكل واضح في مستوى التعليم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي.
تتفاقم سنوياً مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع مدن العراق مشكلة النقص في المباني المدرسية واكتظاظ الطلاب في الصف الواحد، وهو ما يحول دون تطوير العملية التربوية وينعكس سلباً على المستوى الدراسي للتلاميذ ويعيق إيصال المنهج بالشكل الصحيح، مما يؤدي إلى عملية تعليمية غير عادلة. ويحتاج العراق إلى قرابة 10,000 مدرسة في عموم البلاد لحل هذه الأزمة بحسب وزارة التربية. أكيد بالتالي أنه الصف كلما زادت فيه عدد الطلبة سيكون هناك إشكالية في الفهم، إشكالية في التدريس، لذلك نحن نطمح دائما إلى أن تكون هناك أبنية مدرسية أكثر، مدارس أكثر. بالعموم ممكن أنه العراق بحاجة إلى أكثر من 10,000 مدرسة لفك الاكتظاظ وكذلك فك الدوام المزدوج والثلاثي. وعلى أثر ذلك باشر بالفعل المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان في تصميم بناء 8,000 مدرسة حكومية لمعالجة أزمة المدارس. سيتم المباشرة بالاتفاق مع شركات صينية من خلال البناء مقابل النفط. تم إعداد دراسة مقدمة إلى اللجنة العليا لإنشاء المدارس تبين حاجة العراق الفعلية لإنشاء 8,000 مدرسة توزع في عموم محافظات العراق. قام المركز الوطني للاستشارات الهندسية بإعداد التصاميم لإنشاء هاي المدارس كاملة وتم عرضها على اللجنة، وحاليا العمل جاري على قدم وساق للتعاقد مع الشركات الصينية لتنفيذ هذه المدارس. ويؤكد مراقبون أن بناء جيل عراقي جديد لن يكتب له النجاح ما لم يتم التأسيس لعملية تربوية صحيحة في مدارس العراق، والخطوات الأولى في هذا الشأن هي زيادة عدد المدارس بما يتناسب وتجهيزها بوسائل التعليم الحديثة وتوفير سبل الراحة والمتعة التي تجعل من التلميذ مقبلا لا مدبرا على التعليم. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائي. زحف بحري إيراني يحول ميناء خور العمية النفطي إلى مسرح للقرصنة والتهريب، ردود الأفعال الرسمية أسيرة التجاهل يؤكد الخبراء. وللحديث أكثر حول إعمار 8,000 مدرسة من قبل وزارة الإعمار والإسكان العراقية ينضم إلينا مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية السيد حسن مدب مجحم. أهلا بك سيد حسن. إذن يبدو أن هناك مبادرة من قبل وزارة الإعمار والإسكان العراقية تتضمن إعادة تأهيل 8,000 مدرسة، 1,000 منها كخطوة أولى. نسأل، ما الخطة لدى الوزارة؟ السقوف الزمنية، التخصيصات والمعوقات. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس برئاسة دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي وعضوية السيد الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التربية وبعض من وكلاء الوزارات وأنا، لإعداد التصاميم لإنشاء 1,000 الأول من الحاجة الفعلية لإنشاء 8,000 مدرسة. هاي 8,000 مدرسة تغطي الحاجة الفعلية كاملة للمدارس. نحن نعتقد في اللجنة العليا لإنشاء المدارس إنه المدارس تحتاج إلى بيئة صحية وعمرانية تلبي كل المتطلبات اللي يحتاجها الطالب والمدرس لإنتاج جيل صحيح يتخرج من هاي المدارس. أيضا نسأل، هل هناك سقوف زمنية سيد حسن؟ وضعتم سقوف زمنية لتنفيذ أو للشروع بتنفيذ 1,000 مدرسة كمرحلة أولى؟ التصاميم اللي قام بها المركز الوطني للاستشارات الهندسية تم إنجازها بالكامل بكوادر وأيادي عراقية، وتم عرضها واستحصال الموافقات اللازمة من قبل اللجنة العليا لإنشاء المدارس ووزارة التربية. تبقى عندنا مسألة التنفيذ. التنفيذ راح يكون 1,000 الأول على عاتق الشركات الصينية، وهاي راح تصير فد خطوة وبادرة حسنة من قبل الحكومة العراقية لزج شركاتنا لاكتساب طرائق التنفيذ اللي تقوم بها الشركات الصينية،
وكذلك بالإمكان زج العديد من المهندسين لتعلم طرائق التنفيذ لمثل هكذا مشاريع. وأعتقد هاي فرصة حلوة وجميلة لنقابة المهندسين، كون النقابة مقبلة على انتخابات ستجري السبت القادم للدورة 28 لنقابة المهندسين العراقيين، فبإمكان الإدارة الجديدة للنقابة طرح فكرة للحكومة العراقية بزج 5 مهندسين من المهندسين العاطلين عن العمل في هذا المشروع الكبير. فمن يكون 5 مهندس في مشروع في عدد المشاريع اللي هي 1000 مدرسة، فراح يكون بإمكان تشغيل 5000 مهندس عاطل عن العمل في هاي المشاريع. وهاي الخطوة راح تحد من التظاهرات الجارية في بغداد، وراح تكون فرصة حلوة للمهندسين العراقيين لتعلم طرائق التنفيذ من قبل الشركات الصينية، وبعدها من يتم تكليف المهندسين العراقيين والشركات الحكومية أو الأهلية للمباشرة بإنشاء 1000 الثاني، فإن شاء الله راح يكون على أيادي عراقية كاملة. طيب، اللجنة العليا لإنشاء المدارس وأنتم يعني بشخصكم سيد حسن من ضمن أعضائها، لديها تم رصد تخصيصات مالية معينة لديها، هل هناك معوقات؟ هل يمكن عد أيضا التخصيصات معوقات، ضغوط ربما تتعرضون لها؟ المركز الوطني للاستشارات الهندسية قام بإعداد كل المستلزمات اللي تحتاجها الحكومة العراقية لغرض إدراج هذا المشروع ضمن موازنة 2020، وفعلا قامت وزارة التخطيط بإدراج هذا المشروع ضمن موازنة 2020، والبلد تقدم بخطوات كبيرة جدا مع الجانب الصيني لتهيئة الأرضية والمناخ المناسب للشركات الصينية في تنفيذ 1000 الأول، وصار اتفاق أنه راح تقوم 4 شركات صينية بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع. كل شركة راح يكون على عاتقها بحدود 250 مدرسة، وهاي الأعداد تكون متغيرة حسب عدد المدارس في كل محافظة، لأنه نحن نعرف أنه الحاجة الفعلية للمدارس مرتبط ارتباط وثيق بالكثافة السكانية لكل محافظة، وبما أنه المحافظات غير متساوية بالكثافة السكانية فأيضا عدد المدارس غير متساوية، حصة بغداد هي الحصة الأكبر من هاي المدارس. فالعمل جاري على تهيئة المواقع الخاصة لإنشاء المدارس وتسليمها للمركز الوطني، حتى يقوم المركز الوطني بتوقيع هاي التصاميم على هاي قطع الأراضي وتكون جاهزة للجانب الصيني بالتنفيذ. نعم، توضحت الصورة. مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية حسن مدب مجحم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. وعاد ملف التجاوزات الإيرانية على حدود العراق المائية في شط العرب إلى الظهور مرة أخرى، بعد أن تداول خبراء ومدونون صورا تظهر إنشاء إيران محطتها الملاحية الأولى فوق حطام رافعة عراقية غارقة في منتصف مدخل شط العرب من جهة الخليج العربي. ويؤكد الخبراء أن إيران باشرت به تثبيت ركائز وقوائم فولادية جديدة لتقيم عليها محطة أخرى في مكان وصفوه بالمثير للقلق، والذي يجعل مصير ميناء خور العمية النفطي في مهب الريح، مبينين أن الزحف الإيراني مستمر لإحراز المزيد من المكاسب الحدودية على حساب سواحل العراق المنكمشة بسبب غياب الهيئة البحرية العراقية العليا. من جانبه، وصف وزير النقل العراقي السابق كاظم الحمامي ردود الأفعال الرسمية وغير الرسمية في العراق على التجاوزات الإيرانية في شط العرب، وصفها بالطمة الكبرى. وقال الحمامي في مقال له إن المواقف تجاه التجاوزات الإيرانية على المياه العراقية أصبحت أسيرة لأمراض التجاهل والتغافل عن كل الخروق والانتهاكات التي وقعت في مياهنا الإقليمية، مؤكدا أن إهمال تلك التجاوزات أدى إلى ظهور الألغام وتعرض السفن للقرصنة وطوفان النفايات النفطية وتحول المياه العراقية إلى مسرح مفتوح للمهربين والمتسللين.
أما في محافظة ميسان فحدودها مع إيران وتحديدا قضاء الكحلاء تطفو على بحر من الذهب الأسود، إلا أن واقعها الخدمي يشي بغير ذلك، فالآباء يحملون أبنائهم على أكتافهم عابرين بهم جسورا وعيرة لإيصالهم إلى المدرسة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. هكذا ينتظر أطفال أغنى مناطق النفط في محافظة ميسان ذويهم كي يحملوهم ليعبرون بهم إلى جانب المدرسة، مشوار محفوف بالخوف والخطر من السقوط في النهر. لا ذنب لهم سوى حبهم للمدرسة. نحن كل مطرة نزلق بالماء على القنطرة، ونحن هن تعطلون عن مودنا يعبروننا من الشط. لا ما عدنا نحن نريد جسر، بس هاي القنطرة وهاي قطرة. بالمطر شلون؟ نزلك ونطح بيها. جسر. جسر تعبرون على المدرسة؟ ايه. منطقة تطفو على بحر من الذهب الأسود، إلا أن أهالي منطقة القصمة التابعة لقضاء الكحلاء يناشدون الحكومة المحلية بالالتفاتة إلى منطقتهم وإنشاء جسرا لإنقاذ أطفالهم من الغرق بسبب سقوط العديد من الأطفال في النهر، إلا أن المناشدات لم تجد طريقها للمسؤولين. راجعنا أكثر من دائرة، كل الدوائر اللي يعني هي المسؤولة، وحتى أكو منظمات إنسانية هم شافتها، بس ماكو لحد الآن ماكو سووا إيش. وتشوفون أنتم هاي القنطرة شلون وضحها، يعني بالأيام العادية يعني اليابسة ماكو مطر إلا ناخذها من عبر الأطفال ونرجعهم. أخو بذا صار مطر صارت مأساة، يعني معرك تعبر أنت لازم ثلاثة أربعة واحد يشل بالآخر. هي مدرسة هنا موجودة، المعلمين ما يوصلون، يعني يجون أكثريتهم معلمين من العمارة. إذا صير مطر حتى تشوف أنت الشارع هذا بعينك، ما الطفال لا يمشون، يعني يبركون بالطين ويظلون. المعلمين لا يوصلون للمدرسة، يتعطلون عودة لما تنشف القاع يلا يوصلونها. هذا هو حال قضاء الكحلاء الذي يقبع على بحيرة من النفط ينتج يوميا 500 ألف برميل، أي ما يعادل 25 مليون دولار. كل هذا والقضاء يفتقر لأبسط الخدمات، ومنها قنطرة لعبور الأطفال لمدرستهم. هذه معاناة أهالي أغنى أقضية محافظة ميسان بالثروة النفطية وأغلب الاستثمارات النفطية في حقول هذا القضاء التي لا تبعد سوى عدة كيلومترات من هنا. من قضاء الكحلاء جنوبي ميسان، سعد الركابي، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. حذرت أوساط سياسية في محافظة صلاح الدين من منظومة فساد في المحافظة وصفوها بالأكبر والأخطر على مستوى البلاد، لكونها محمية بوسائل تضليل وتهديد وتزوير منظم. نواب عن المحافظة أشاروا إلى أن تعطيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات تسبب في نشوء منظومة فساد كبيرة تقودها جهات مستفيدة من الوضع السابق وتتحكم بمفاصل الإدارة بمعايير ولاءات المصالح، داعين إلى تدخل الجهات المعنية لتفكيك تلك المنظومة التي تنهب المليارات من أموال المحافظة. وبعد أن نخر الفساد جسد الدولة، كان لمحافظة صلاح الدين النصيب الأكبر منه، والذي رسخته منظومات فساد خلال المرحلة السابقة. ديوان الرقابة المالية صنف محافظة صلاح الدين الأولى بالفساد على مستوى العراق، صنفت في عام 2019. أما الإجراءات الرادعة فملامحها بدأت بالظهور لتعيد المليارات التي ذهبت لأرصدة الفاسدين. سعداء بهذا الرقم الجميل الرائع، اللي دائما محافظة صلاح الدين متصدر المرتبة الأولى بالفساد، وهذا دليل. تحية للتاريخ، للسادة المسؤولين السابقين اللي أبدعوا وتفننوا في فن الفساد للأسف الشديد.
نخب تطالب المحافظ بتعزيز جهوده لتفكيك منظومات الفساد وضربها وتجفيف منابعها ومحاكمتها وإعادة الحق إلى نصابه، لينعم أهالي المحافظة بالاستقرار وإنعاش مناطقهم التي عانت طويلاً. احنا اليوم مطالبنا كأبناء محافظة صلاح الدين، نطالب الحكومة المركزية وحكومة المحافظة، ونطالب السيد أبو رغيف بخصوص المبالغ التي سرقت من هذه المحافظة. اليوم السيد أبو رغيف هو تحمل مسؤولية كبيرة وعلى عاتقه يعني يجب محاسبة المفسدين والكشف عن المفسدين في المحافظة بأسرع وقت ممكن. نستبشر بالخطوات التي تقوم بها الحكومة المحلية من تغيير لمدراء الدوائر والوقوف على المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين. بالوقت نفسه نطالب الحكومة المركزية وحكومة المحافظة بالكشف عن كل الأموال المغيبة والمسروقة من المحافظة. دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد والالتزام بالقانون عناوين كبيرة تحتاج إلى جهود أكبر لاستئصال خلايا الفساد من جذورها. لقناة الفلوجة عبد المنعم الويسي، صلاح الدين. حذر قانونيون ومثقفون في مدينة الموصل مما يجرى داخل السجون في الموصل من حبس المحكومين بقضايا إرهابية مع المحكومين بقضايا جنائية في زنزانة واحدة، معتبرين أن ذلك الأمر سيولد فكرا متطرفا مثل ما حدث في سجن بوكا سابقا. عادة للسجون هناك نظام إصلاحي، يعني لا يجوز أنه تحجز الموقوف على ذمة التحقيق مع سجن صاحب مع موقوف آخر محكوم بأحكام طويلة الأمد، مثلا محكوم بالإعدام أو محكوم بمؤبد أو 10 سنوات. وهناك أيضا يجب أن يطبق الفرز ما بين السجناء، يعني ما يصير أنه تحجز القاصر والحدث بقضية جنائية مع محكوم بقضايا إرهابية. منذ عمليات التحرير لحد هذا اليوم الاعتقالات مستمرة، إن كانوا عناصر تنظيم داعش أو البرياء. والمشكلة أنه جميع هؤلاء النزلاء بالسجون هم في قاعات يعني مشتركة، هذا يدق ناقوس الخطر العودة إلى مخيمات بوكا عندما قامت وقتها الأمريكان باعتقال الأبرياء وتنظيم القاعدة. هذا راح يطلع البريء، إيش راح يطلع؟ راح يطلع متشدد دينيا، حامل أفكار داعش، حامل منهج داعش. وهناك على لسان نواب ولا لساني ولا لسان الفلوجة بأنه الشباب تباع وتشترى بالسجون، وهناك أسعار يعني خيالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دولار. وإلى الأنبار، حيث جدد أهالي تلك المحافظة مطالبة الحكومة المركزية بمعرفة مصير أبنائهم المغيبين لأكثر من 5 سنوات، فيما دعوا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الإسراع بحل ذلك الملف بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية. نحن أهالي محافظة الأنبار نطالب الحكومة المركزية بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين لأكثر من 5 سنوات. الحكومة المركزية إلى الآن لم تضع حل لهذا الموضوع، سواء بمعرفة مصيرهم داخل السجون أو وضعهم بالمقابر وإيجاد حلول لهم. نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة لإيجاد حل لهذا الأمر. احنا كمحامين متطوعين لإكمال إجراء معاملات المفقودين، لكن اكو من ضمن مو كلهم اكو من ضمن اهالي المفقودين يتاملون انه اولادهم يرجعون لهم، وعن طريق رئيس مجلس الوزراء دخل بالموضوع وعلى اساس انه يفتح مقابر جماعيه، ولحد الان العالم تنتظر. الاخبار مستمره. أكدت لجنة الطاقة في مجلس النواب وجود إهمال متعمد بمجال صيانة الأبراج الناقلة للطاقة والصيانة الدورية للمحطات الكهربائية. وأوضحت اللجنة أن من الأسباب الرئيسية الأخرى في تراجع تجهيز الكهرباء نقص الوقود المخصص لمحطات الكهرباء خاصة وأنها تعتمد على الغاز المستورد، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء لها تخصيصات مالية كبيرة جدا أكثر من الوزارات الأخرى.
وعلى الرغم من صرف المليارات عليها، إلا أن الكهرباء الوطنية ما زالت رديئة الخدمة. وفوق ذلك كله يشكو أهالي بعقوبة في محافظة ديالى من عشوائية الجباية وتفشي المحسوبية فيها. نفس هاي الكهرباء دا تجينا كل شهر شكل، شهر يجي 20، شهر 30، شهر 45، ما تعرف يعني لا مقياس ولا كل شيء. زين، فإذا أخذ نقول لهم يابا احنا ما عندنا ترى جيزر، بس جيزر، وهذا البيت ترى بلوكات ومصفطات الله وكيلك. زين، ومتداين عليهن، وانا متقاعد وراتبي 230 الف دين طوني، يقطعون 270. والله السائل الاجور مو صحيحه ابد. يعني عندك بيت 5 برادات 6 برادات ياخذون من عنده 15 الف، بيت ولا براد ياخذ منه 30. ماكو تناقض بالاسعار حيل يعني. مزاجيات كل واحد يجرب كيفه. حذر مواطنون من الأمراض الناتجة عن مياه الشرب، فضلا عن تأثر المحصول الزراعي بسبب الإهمال المتعمد للسدود في محافظة ديالى، مطالبين الحكومة بإعادة تأهيل تلك السدود لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للاستخدام. مسألة سد مندلي، سد حيوي وعملاق، ويخدم شريحة واسعة من فلاحين المنطقة، وهذا المشروع الحيوي مع الأسف يعني حسب تصريحات السادة المسؤولين في مندلي أنه متوقف عن العمل بسبب الترسبات الغيرينية والطينية والأملاح، وهذا بصراحة راح يأثر على مثل ما قلنا كثير من البساتين المنطقة والأراضي الزراعية. احنا نقدر نسميها هذا يدخل أيضا في مسألة الفساد الإداري، ولا بد من انتباه إلى هذه المسألة وطمأنة الأهالي والفلاحين وأصحاب البساتين وكذلك الناس، لأن هذا يعتمد حتى يستخدم الأرواء والسق والشرب. على المعنيين أن يدركوا حجم هذه المخاطر، وهي بإعادة تأهيل السدود ومنها سد مندلي وسد قزانية التي تآكلت بسبب الترسبات الطينية المستمرة ولمدة سنوات. لذلك يحتاج من المعنيين أن يعدوا خطة عاجلة لإنقاذ هذه السدود واستيعاب كمية السيول والاستفادة منها بالمستقبل. أعزت إدارة محافظة كركوك تردي واقع التيار الكهربائي إلى انقطاع الغاز الإيراني عن المحطات الشمالية، فيما اشتكى أصحاب المولدات الأهلية من عدم تجهيزهم بالوقود الحكومي المدعوم، ما تسبب بارتفاع سعر الأمبير للأشهر الثلاثة الماضية. 5 ساعات تجهيز فعلية من الكهرباء الوطنية في كركوك من أصل 24 ساعة بساعات انطفاء تصل ل 19 ساعة يوميا. انقطاع الغاز الإيراني الذي تعتمده الشبكة الوطنية للمنطقة الشمالية في تزويد المدينة بالكهرباء واحد من أبرز أسباب التدهور، تقول إدارة المحافظة. احنا المحافظة المتضررة الأولى من انقطاع الغاز الإيراني، كون معظم توليدنا يعتمد على خط المنصورية شرق بغداد. الخط الآن يجهزنا بأكثر من 300 حصته صارت 350 إلى 400، وبذلك لدينا 6 ساعات انقطاع بساعة واحدة. بالحقيقة هذا يحتاج تدخل رئاسة الوزراء، يحتاج تدخل وزارة الكهرباء لإنقاذ كركوك من هذا الوضع. 4 محطات توليد رئيسة تمتلكها كركوك لم تشفع في سد حاجة المدينة من الكهرباء، 2 منها في قضاء الدبس بين معطلة، وأخرى ينتظر استكمالها من قبل إحدى الشركات الإيرانية، والأخريات هما محطتي تازة وملا عبد الله. في غضون ذلك يعلل أصحاب المولدات الأهلية ارتفاع سعر الأمبير إلى 10,000 دينار بالنظر إلى عدد ساعات التشغيل الفعلية التي تصل لنحو 250 ساعة في الشهر، وهو ما يدفع المواطن متهكما إلى مقترح تدرج من خلاله وزارة جديدة تحت مسمى وزارة المولدات الأهلية. ذاك الشهر كنا شغل من ساعة 3 إلى 12 بالليل، وطلع 10,000 دينار. كيف أن الحال من 12 إلى 12 قد راح يطلع؟ يعني أقل شيء الساعات راح توصل 300-270 ساعة، في 40 يطلع 13 ألف. هل عجب أن المواطن يقدر 13 ألف؟
مطالبات محلية تدفع باتجاه إيجاد صيغة تفاهم بين بغداد وأربيل لإعادة 250 ميجاواط وفق عقد مبرم مع مستثمر من كردستان بعد قطعها لخلافات سياسية بحسب إدارة المحافظة. لقناة الفلوجة عبدالله العامري. إذن المفوضية تمدد تسجيل التحالفات للمرة الثانية، ومشروع قانون الموازنة يتيح بيع أصول الدولة. هذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. المفوضية تعطي فسحة وقت للتحالفات بتمديد ثان، وتؤكد أربع جهات ستدقق أسماء المرشحين وتحسم مشاركتهم: أملاك الدولة في مهب الموازنة، مواد تفجر مستقبل الاقتصاد، يؤكد نواب وأكثر من 170 ألف عقار حكومي في سجل المفقودات، أموال العراق المنهوبة ستستردها شركات عالمية تؤكد النزاهة، وتعلن استخدام أكثر من 80 وزيراً ومن بدرجاتهم بتهم فساد. زحف بحري إيراني يحول ميناء خور العمية النفطي إلى مسرح للقرصنة والتهريب، وردود الأفعال الرسمية أسيرة التجاهل يؤكد الخبراء. وحبس الإرهابيين مع المحكومين جنائياً، سجون في المدن المحررة قنابل موقوتة، ودعوات لحسم قضايا سجناء الرأي والاشتباه. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. We'll be right back.